السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. في الفيديو ده هنتكلم عن أسباب تأخر فأس البيض وإزاي ممكن نعالج المشكلة دي. يعني لو عندنا شوية بيض كده وتأخروا في الفأس، إزاي نسرع الفأس من غير ما نحط إيدينا ومن غير ما نفتح البيض ومن غير ما نفتح فتحة صغيرة في البيض ومن غير أي تدخل. انا اتدخل لكن بشكل غير مباشر من بعيد لبعيد، وهنخلي البيض ان شاء الله يطلع ويفقس عادي جدا وتبقى صحة الكتاكيت كويسة ومفيش اي مشاكل. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اللي بيخلي البيض اصلا يتاخر في الفأس حاجات كتيره واسباب كتيره جدا لازم نراعيها قبل ما نقول لكم الحل، لان الحل اللي احنا هنقوله ده حل هيساعد ان المشكله تحصل، لكنه مؤكد برضو هيبقى فيه نسبه نفوق او نسبه بيض كابس ما فيهوش كتاكيت او الكتاكيت اللي جواه ماتت. لان ما دام الفأس اتاخر يبقى انت ما راعيتش الاسباب الاساسيه اللي لازم تتبعها علشان الفأس يتم يعني بشكل سليم والكتاكيت تطلع مرتاحة في معادها مش متأخرة بصحة جيدة ما فيهاش أي مشاكل تقزم ولا تعب في العظام ولا ضعف في المناعة ولا أي حاجة من هذا القبيل، تبقى كتاكيت سليمة جدا. فأنت لازم الأول تفكر في الأسباب. أول سبب هو أن درجة الحرارة بتنخفض عن 37 درجة ونص. أنت دلوقتي بطبيعة الترقيد الطبيعي، الترقيد الطبيعي مش في الفقاسات، الفرخة بتبقى رقدة أو البطة بتبقى رقدة على البيض وبتخلي درجة حرارة البيض 37.5 اللي هي الدرجة الطبيعية بتاعت جسمهم، تمام؟ هي اللي بتخلي درجة حرارة البيض طبيعية كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، فبتحافظ عليه لحد ما يعني ايه واول ما لحد ما يفقس، واول ما درجة الحرارة بتاعت البيض بترتفع تحتيها بسبب القعدة والرؤاد الطويل تلاقيها قامت راحت كلت وشربت وظبطت نفسها ورجعت ترقد تاني علشان تعدل درجة الحرارة. بطبيعة ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الطيور وعارف ازاي البيض بعد كده هيفقس والانتاج هيكتر وهيكتر وهيكتر، فاحنا لازم نظبط درجات الحرارة يا جماعة عشان ما نجيش نشتكي بعد كده ونقول عايزين طريقة علشان نطلع الكتاكيت من البيض، البيض اتأخر، الفأس اتأخر، الكلام ده كله. تاني سبب هو سوء التهوية يا جماعة. سوء التهوية من العوامل الأساسية في إفساد عملية الفأس أو تأخر عملية الفأس. يعني أنت دلوقتي مستني الفأس ده يحصل يوم مثلا النهاردة 20 مايو وأنت مستنيه 21 مايو، فقعد ل 24 و25 و26 مايو، يعني أخر 4 أيام. الأربع أيام دول ممكن يحصل فيهم إن البيض يكبس أو الكتاكيت تموت أو يبقى خلاص كده يعني ربنا يعوض عليك مفيش كتاكيت هتطلع. فده كله بسبب إيه؟ بسبب سوء التهوية، لأن التهوية لها علاقة بدرجات الحرارة، والتهوية لها علاقة بحالة البيض نفسه وحالة الكتاكيت جوه. ما ينفعش يبقى الجو مكتوم وما ينفعش برضو الجو يبقى فيه هوا كتير يبوظ درجة الحرارة، فاحنا لازم نتكلم في موضوع التهوية ده اللي مرتبط بالسبب اللي بعده وهو الرطوبة. مفيش حاجة اسمها تفقيس وترقيد في مكان فيه رطوبة، لازم درجة الرطوبة تبقى واطية ومعتمدة على حسب المكان اللي عندك وعلى حسب عدد البيض وعلى حسب حاجات كتيرة جدا، وعلى حسب فقاسة ولا فقاسة صغيرة ولا فقاسة كبيرة، بالكهرباء ولا بإيه ولا بإيه ولا بإيه، تفاصيل كتيرة جدا لازم تحسبها بالمسطرة وبالدرجة وبنص الدرجة علشان تضمن ان الفراخ بتاعتك ان شاء الله يعني تطلع او الكتاكيت تطلع من البيض وعملية الترقيد تتم بشكل سليم من غير اي خسائر. عملت كل الأسباب اللي ممكن تخلي الفأس يتأخر وبرضو عندك مشكلة والفأس اتأخر، كده بقى تستغل الحل اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة. الحل انك هتغلي معلقة من الشيح، هتغلي معلقة من الشيح تكون معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة، ركز معايا عشان المقادير مهمة جدا. معلقة صغيرة من الشيح هنغليها في كوباية مية وهنحطها في رشاش، تمام؟ رشاش، وهنجيب الرشاش ده ونرش على البيض 3 أيام قبل ميعاد الفأس بتاعه. 3 ايام، يعني انت عارف مثلا ان هو هيفقس بعد بكرة وخايف ان هو او بعد بكرة وخايف ان هو يأخر، فترش قبلها، ترش قبلها بفترة. طيب انت دلوقتي اتأخر عندك ومرشتش، ترش برضو،
ترش برضو لو اخر عنك يعني المفروض ميعاده النهارده يفقس وما فقسش، ترش النهارده عليه لحد ما يعني يوم والتاني والتالت، ترش عليه ثلاث ايام لحد ما الكتاكيت تطلع. ده اللي هو ايه؟ الشيح، معلقه صغيره من الشيح في كوبايه وبرشاش وترش. الميه بقى المستخدمه في الرش دي والميه اللي جوه الرشاش اللي هي اللي فيها المستخلص بتاع الشيح لازم تكون درجه حرارتها نفس درجه حراره الفقاسه 37.5 درجة او ايا كان درجه الحراره عندك، لان مراحل التفقيس مختلفه وكتاكيت عن كتاكيت تفرق وطائر عن طائر يفرق وظروف عن ظروف تفرق. المهم ان هي تكون نفس درجه حراره الفقاسه اللي عندك اللي هي غالبا 37.5 درجة. كده انت لما ترش الميه بتاعه الشيح دي ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى مساعده ودفع للكتاكيت ان هم يطلعوا من البيضه. القشره بتاعت البيضه بتلين شويه بتبقى اقل. انت عارف كويس ان الشيح بيعرف يهضم الكالسيوم كويس، الشيح بيعرف يهضم الكالسيوم. يعني انت لو اكلت اكلات معينه، انت كبني ادم اكلت اكلات معينه فيها كالسيوم كتير هتبقى صعبه عليك في الهضم. طيب تيجي دلوقتي تاكل شيح او تشرب شيح او تحط مع الاكله دي اللي فيها كالسيوم كتير شيح، فتهضم الكالسيوم ده بسهوله جدا ويمكن تجيب لك اسهال كمان. معروف ان الشيح بيجيب اسهال. طيب دلوقتي الشيح هيعمل ايه بقى مع البيضه؟ الشيح بكل بساطه هيجي على قشره البيضه اللي هي من الكالسيوم، اللي هي مكونه من الكالسيوم، ويلينها يخليها تلين شويه وتطرى شويه. طيب الرطوبه دي هتاذي الكتاكيت؟ هقول لك لا، مش هتاذي الكتاكيت. ليه بقى؟ لان الرطوبه دي بدرجه حراره بتساوي درجه حراره الفقاسه 37.5. ركز معايا، دي تفاصيل مهمه جدا. يعني انت دلوقتي درجه حراره الفقاسه 37.5، لو حطيت ميه رشيت ميه درجه حرارتها زيها انت كده ما عملتش رطوبه، انت كده عملت بلل، بس بلل لكنه ما فيش رطوبه، لان كلمه رطوبه دي معناها انخفاض في درجه الحراره مع الميه، مش بس انخفاض درجه الحراره. لو حافظت بقى على درجه الحراره 37.5 بعد الرش واثناء الرش وقبل الرش انت كده مش هتتضر من عمليه رش الشيح على البيض، ولكن هتستفيد ان الكالسيوم او قشرة البيض المحيطة بالكتكوت هتبقى اطرى واسهل، وهتفوق الكتكوت كده ان هو يفوق ويصحى ويكسر القشرة وينقر على القشرة علشان يطلع من البيضة. وده حل مجرب جدا ومفيد جدا وعلمي كمان، وناس كتيرة قوي استخدمته وخلت عملية الفأس والترقيد تخلص بسرعة وفي ميعادها كمان. ولو اخرت عندك استخدم الموضوع ده، هيعمل معاك مفعول كبير جدا. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو بأي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.